أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مدر الصحافة وحصيل العناوين والأحداث لهذا الأسبوع، لا سيما أنه برزت هذا الأسبوع العنوان فإن لجنة المتابعة للقضايا للشؤون العربية اتخذت قرار بدعوة كاملة وشاملة لكل المجتمع العربي والفلسطيني في الإضراب العام والشامل الذي سيكون في الشهر القادم في الأول من أكتوبر، وذلك تزامنا مع هبة القدس والأقصى. عن هذا الموضوع تطورات ومستجدات أبدأ في الشأن المحلي وملف الفلسطيني والإسرائيلي. نشر على وكالة معا الرئيس أبو مازن: نحن والأردن في طريقنا للمحاكم الدولية. وفي وكالة وفا قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: سنذهب للأمم المتحدة لنواجه العالم بالقضايا التي يعاني منها شعبنا ونبلغ رسالته للعالم حول كافة القضايا دون استثناء، خاصة الموقف الأمريكي الأخير والمواقف الإسرائيلية. وقال الرئيس: هناك قضيتان هامتان، وهما قضية الخان الأحمر والاعتداء عليه وترحيل سكانه من أجل إزالة كل العقبات التي تعترض طريق تقطيع الضفة الغربية، وهي قضية في منتهى الأهمية والخطورة بالإضافة إلى وتيرة الاستيطان المرتفعة. وفي موقع بكرة عباس: القتل والاستيطان لن يحققا الأمن والسلام لأحد. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام وبالمقاومة الشعبية السلمية، لأن القتل والاستيطان والتدمير واقتلاع السكان لن يحققا الأمن والسلام لأي طرف في المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفداً ضم وزراء وأعضاء كنيسة إسرائيليين سابقين برئاسة الوزير الأسبق يائير تسبان ويوسي بيلن. وفي صحيفة القدس: سيناتور أمريكي: قطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين علامة على أن البيت الأبيض قد فشل في الدبلوماسية. وفي صحيفة معاريف: مسؤول أمريكي: صفقة القرن سيتم الإعلان عنها قريباً أو بدون الفلسطينيين. وفي وكالة وفا: مجلس الوزراء يرحب بانعقاد الحوار السياسي الرسمي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وانعقاد اللجنة المشتركة جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للقيادة الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني كشريك في العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والدول والأعضاء. وفي إسرائيل هيوم: إسرائيل أخذت على نفسها مسؤولية الضرب في سوريا وتقول: نحن نأسف على موت أشخاص من روسيا. الجيش يحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الإسرائيلية لنظام الأسد، إيران وحزب الله. وفي موقع عرب 48: الطائرات الإسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن إسرائيل أبلغت موسكو بالهجوم على اللاذقية قبل أقل من دقيقة من تنفيذه، كما أكدت على أن الطائرات الإسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية وجعلتها عرضة للنيران السورية. وقال المتحدث الرسمي أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية. موقع والا: دماء وحالة من التوتر مع روسيا، تحميل إسرائيل المسؤولية قد يتسبب لها بوجع راس. موسكو تدعو السفير الإسرائيلي إليها. وفي موقع بلدنا: أبو يوسف: إضراب شامل بغزة والضفة والداخل والشتات في الأول من أكتوبر. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف على أهمية الإضراب العام المقرر في الأول من الشهر القادم في الضفة وغزة والداخل والشتات، رفضاً لقانون القومية العنصري ولمواجهة كل المخاطر والتحديات المحدقة بقضيتنا الوطنية. وقال أبو يوسف لإذاعة صوت فلسطين: إن هذا الإضراب يعكس توحد أبناء شعبنا في أماكن تواجده ضد هذا القانون، ويؤكد للمجتمع الدولي رفض كل ما من شأنه المساس بمشروعنا الوطني بما في ذلك ما تسمى صفقة القرن. وفي نفس الشأن نشر على موقع عرب 48: المتابعة ولجنة القوى الفلسطينية تدعو لإضراب عام. أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية بياناً مشتركاً دعت فيه إلى التصدي لقانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري والإعلان عن إضراب عام يشمل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إحياء ذكرى 18 لهبة القدس والأقصى. وفي موقع عرب 48 أيضاً: جبارين لعرب 48: طرحنا أمام الحكومة السويسرية مخاطر قانون القومية. عقد رئيس لجنة المتابعة محمد بركي ورئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة النائب دكتور يوسف جبارين اجتماعاً مع ممثلي الحكومة السويسرية وأعضاء برلمان سويسريين، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وقد تمحورت اللقاءات حول التطورات السياسية في المنطقة وخاصة تشريع قانون أساس القومية اليهودية وقضية وقف المساعدات المالية الأمريكية لوكالات اللاجئين الأونروا، بالإضافة إلى التداول بفرص التقدم في العملية السياسية.
خلال مشاهدينا كانت هذه أهم وأبرز العناوين لهذا الأسبوع. وكما افتتحت الحلقة اليوم بإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة، استضيف معي في الأستوديو السيد منصور دهامشي سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام وعضو السكرتارية في لجنة المتابعة. أهلا بك يا أستاذ منصور. أهلا وسهلا بك. هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات ومستجدات والقرار الذي تتمخض من الجلسة التي عقدت في رام الله هذا الأسبوع؟ أولا، القرار الذي تم اتخاذه في لجنة المتابعة أولا ومن خلال مركبات لجنة المتابعة في الناصرة هو الدعوة إلى الاستمرار النضال من أجل إلغاء قانون القومية. وبناء على ذلك نحن بدأنا بمواجهة هذا القانون في المظاهرة الكبرى التي كانت أم المظاهرات في تل أبيب بحضور أكثر من 60,000 مواطن ضد هذا القانون. وفي خلال الاجتماع للجنة المتابعة تم اقتراح أن نعلن الإضراب العام والشامل والكامل لكل المجتمع الفلسطيني ولكل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. هذا الاقتراح أتى من لجنة المتابعة، وبخصوصية لجنة المتابعة في الناصرة احنا اتخذنا القرار أولا حول المواطنين العرب الذين يعيشون في داخل إسرائيل، ومن ثم توجهنا إلى الفصائل الفلسطينية في رام الله وفي الشتات الفلسطيني من أجل عرض الاقتراح عليهم. وهذا ما كان، توجهنا إلى رام الله بحضور كافة الفصائل الفلسطينية، تم الاجتماع بهم وعرضنا على الموضوع على الإخوة في الفصائل الفلسطينية. حيث أن القانون نفسه يتطرق لكل الشعب الفلسطيني، هو يحرم الشعب الفلسطيني برمته من حق تقرير المصير، يحرمه من انتمائه لأرضه، ويحدد أن قضية تقرير المصير هي من حق الشعب اليهودي فقط. يعني بما معناه هو يحرم الحق الشعب العربي الفلسطيني من كل حقوقه، من انتمائه للأرض، من انتمائه للوطن، ومن القارطة السياسية أو المقولة السياسية في حق تقرير مصيره، وينسف مقولة أو حتى قرارات الأمم المتحدة في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل التي حصل عليها الشعب الفلسطيني، ولم يحقق هذا الأمل الفلسطيني في إقامة دولة الفلسطينية. لذلك توجهنا إلى مجمل الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك إضراب عام كامل وشامل في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، إذا كان في داخل إسرائيل، وإذا كان في الضفة والقطاع، وإذا كان في الشتات، وفي كل دول العالم. الشعب الفلسطيني برمته أعلن الإضراب يوم 1/10، بما يوازي أيضا ومناسبة هبة القدس والأقصى والاعتداء على المقدسات الفلسطينية التي حدثت سنة 2000 من قبل الحكومة اليمينية الفاشية التي بدأت في التوجه للشعب الفلسطيني كأعداء وممارسة العنصرية والفاشية على أرض الواقع. وبحق نحن نقول تحولت إسرائيل إلى دولة أبارتهايد، إلى دولة فصل عنصري، وإلى دولة إرهابية بكل ما تعني الكلمة من معنى، حيث يعني استثنت المواطنين حتى العرب الفلسطينيين من الخارطة السياسية ومن البرنامج السياسي لهذه الدولة، بالإضافة إلى كامل الشعب الفلسطيني. لكن أستاذ منصور، ماذا عن المجتمع الدرزي؟ أيضا نحن شهدنا رد الفعل الجماهير الدرزية لاتجاه قانون القومية وتصدي لقانون القومية، هل الإضراب يشمل أيضا المجتمع الدرزي؟ يعني هذه المقولة الصهيونية احنا للأسف ذوتناها بأنه كأنه الشعب الدرزي أو هناك فئة وليس من منفصل عنا بالطبع، ولكن جزء من الشعب العربي الفلسطيني، هم جزء لا يتجزأ من شعبنا. لا، أقصد أنه هل الإضراب يشمل أيضا طبعا دايت الكرمل وعاسفيا وجوليس وبيت جان؟ واضح، الحديث يدور على سياسة حكومة ممنهجة ضد أخواننا وضد أبناء شعبنا من الطائفة العربية المعروفية الدرزية التي نفتخر ونعتز بانتمائها وبتاريخها المشرف. ونقول بشكل قاطع أن كل قرار للشعب العربي الفلسطيني هو يشمل كل مركباته بكل فئاته بكل طوائفه. وطبعا يشمل الشعب العربي أو جزء من الشعب العربي الفلسطيني اللي هن الطائفة المعروفية، هذه طائفة جزء لا يتجزأ منا، ولا يمكن أن نقبل بتقسيمها أو إخراجها خارج الإجماع الوطني الفلسطيني. حتى لو أرادت إسرائيل بكل قوانينها وبكل ممارساتها التصرف وكأنه الطائفة الدرزية المعروفية العريقة هي خارج إطار الإجماع، نحن نرفض هذا التوجه ونقول بشكل قاطع إنه هن جزء لا يتجزأ من شعبنا، من تاريخنا، ونحن نعتز بهم وبتاريخهم المشرف الوطني على مدار العصور. وطبعا احنا مش راح نذكر، ولكن بشكل قاطع الطائفة العربية المعروفية لها تاريخ مشرف على مد العصور بالانتماء إلى شعبها العربي بشكل عام وإلى العمل الوطني الكبير، إذا كان من جبل الدروز في سوريا وسلطان باشا الأطرش إلى يومنا هذا وجنبلاط في لبنان وغيرهم من القادات التي نعتز بها ونفخر بها من هذه الطائفة. وهذه الطائفة هي جزء لا يتجزأ، وهي
بحضن شعبها دائما وأبدا، ولن نقبل أي تقسيم آخر لهذه الطائفة المعروفية التي نعتز بها بكل معنى الكلمة. نعم، كما أستاذ منصور سوف أنتقل إلى المقال الذي أشار إليه الكاتب طانس شحادي حول أيضا إيجاد إطار للنضال والتصدي ضد قانون القومية، وإلى المقال. قانون القومية وتأطير مضامين النضال بقلم طانس شحادي، نشر في موقع عرب 48. يتناول هذا المقال باقتضاب الخلفيات السياسية لسن قانون القومية وتعامل المجتمع العربي معه وإمكانيات وأفاق النضال لمناهضة القانون. ويوضح المقال أن القانون يترجم السياسات الإسرائيلية المنتهجة لغاية الآن ويأطرها في قانون واحد يعكس معاني وغايات دولة إسرائيل. من هنا فإن التعامل مع هذا القانون والنضال ضده يجب أن يكون في سياق مواجهة السياسات الإسرائيلية الكلية وجوهر الدولة، ويجب أن لا يقتصر على شعار إسقاط القانون. هذا القانون يجب أن يكون مشتركاً لكافة فئات الشعب الفلسطيني، كون القانون يمسها جميعها ويلغي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. انعكاسات السياسات القائمة: عكست عودة نتنياهو إلى الحكم عام 2009 وساهمت في الوقت ذاته بحصول تحول نوعي في الثقافة السياسية المهيمنة في إسرائيل، ومن ثم في استراتيجيات إدارة الصراع مع الفلسطينيين في الداخل وفي الأراضي المحتلة عام 1967. منذ تلك الفترة نما إجماع إسرائيلي جديد يشدد على الجوهر اليهودي للدولة ويقلص الهامش الديمقراطي الضيق أصلاً، وتعززت ثقافة العداء تجاه كل ما هو عربي والرهاب تجاه مهاجري العمل، وتعززت النزعة القومية وتبني القيم الاقتصادية النيوليبرالية. وقد شخص العديد من الباحثين في الشأن الإسرائيلي تلك التحولات بأنها مرحلة هيمنة اليمين المتطرف الشعبوي، ووصفوها بإسرائيل الثالثة المنحدرة نحو الفاشية. شددت تلك الأبحاث إلى عمق الإجماع الصهيوني الجديد الآخذ في التبلور وإلى تراجع المشاريع السياسية المنافسة للهيمنة اليمينية التي انعكست في تبني غالبية الأحزاب السياسية المركزية برامج سياسية غير متباعدة بل متشابهة إلى حد بعيد، تجتمع حول الثوابت الجديدة وتختلف وتتنافس في الهوامش وفي الحدة فقط. راوغت وماطلت وتحججت إسرائيل منذ اتفاقيات أوسلو بهدف التهرب من الاستحقاقات وإنهاء الاستعمار للضفة الغربية وقطاع غزة، وعملت على قمع المطالب القومية للفلسطينيين في الداخل بواسطة سياسات عامة وتشريع قوانين بانتظار تغير الأحوال والبيئة الاستراتيجية الإقليمية والعالمية لكي تفرض ما تريد، بل أنها عملت لتغيير الواقع والبيئة الاستراتيجية لتتلائم مع رغبة إسرائيل لفرض حلول من طرف واحد. على ما يبدو استنتجت إسرائيل بأن الحقبة الراهنة تسمح للانتقال من سياسة إدارة الملفات التي حاسمها من طرف واحد، إغلاق ملف الاستعمار للضفة الغربية وغزة عن طريق صفقة القرن، وإغلاق ملف مسألة الفلسطينيين في الداخل بواسطة قانون أساس الدولة القومية، فهما وجهان لعملة واحدة. وباتت إسرائيل تتصرف كمشروع استيطاني يسعى إلى تحقيق الانتصار النهائي بعد أن اقتنعت بأنها لن تحصل أبداً على شرعية المستعمر. سن قانون القومية أغلق باب التفسيرات والتنظير والاجتهاد حول جوهر دولة إسرائيل، ووضح أن البعد القومي اليهودي هو الأهم بل الطاغي، وأن الديمقراطية هي مجرد أداة لحسم في التنافس السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي فقط. القانون يحمل بذور كارثية على القضية الفلسطينية، إذ يحدد طابع دولة إسرائيل وماهيتها ووظيفتها باعتبارها للشعب اليهودي أينما تواجد من دون تعريف حدود. ويوضح أن الاستيطان اليهودي قيمة مركزية، وأن القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل، والرموز والهوية والنشيد والعلم في خدمة المشروع القومي اليهودي، وينسف عملياً الرواية والمشروع الوطني الفلسطيني. ومن جهة ثانية، إذا ما استغلت الحالة الراهنة بشكل صحيح من قبل كل الفلسطينيين، بمقدورنا أن نتصدى للقانون وأن نبدأ بعملية ترميم للنضال الفلسطيني وتأطير جديد لمعاني وأدوات النضال. ومن هنا نخلص إلى أهمية مناهضة المشروع الصهيوني بواسطة مشروع وطني فلسطيني شامل يجمع كافة الشعب الفلسطيني ويحدد أدوات النضال وفقاً لخصوصية كل فئة. علينا أن نبدأ نحن في الداخل الفلسطيني فوراً بوضع الأسس لمشروع وطني جامع تتفق عليه كافة التيارات السياسية من خلال لجنة المتابعة، بالتوازي مع فتح حوار شامل لكافة فئات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني وتحديد عناوينه، بالإضافة إلى مهام وأدوات النضال لكل فئة وفقاً لخصوصية ظروفها وإمكانياتها.
سن قانون القومية ومظاهرة تل أبيب قد تكون بداية لتشكيل وعي جديد لدى الفلسطينيين في الداخل، مفاده أن للكرامة القومية أهمية في النضال والعمل السياسي، وأن مناهضة القانون تعني مناهضة شاملة لكافة سياسات القمع والترهيب والإقصاء المعمول بها تجاههم، بل ضد المنظومة السياسية التي جاءت بهذا القانون وشرعنته وحولته إلى ركن أساسي من أركان النظام. إن الاكتفاء بمطلب إلغاء القانون أو تعديله بواسطة تغيير الحكومة أو إسقاط نتنياهو فقط يعني احتمال العودة إلى عقلية الأسرلة التي اندثرت في هبة أكتوبر عام 2000. قد يكون إسقاط وتغيير الحكومة شرطاً ضرورياً لإسقاط القانون، لكنه ليس كافٍ. إن الصحوة لدى الفلسطينيين في الداخل قد تدفع باتجاه عودة الشارع الفلسطيني والأحزاب العربية إلى السياسية الخلافية الصدامية مع المؤسسة الإسرائيلية، وعليه يجب أن ندرك أهمية استغلال ذلك لتحقيق إنجازات جماعية، وأن تكون المظاهرة بداية لتحرك سياسي جماعي مختلف في الفهم والأدوات والأهداف. صمودنا أمام مشاريع التفتيت والشرذمة وفشل محاولات الأسرلة لغاية الآن، ومحاولة إسرائيل حسم ملف الفلسطينيين في الداخل باستعمال قوانين بعد فشل سياسات الردع والترهيب، يؤكد إمكانية تحقيق ذلك. إذن مشاهدينا، كان هذا المقال بقلم طانس شحادي والذي يشير به إلى إطار النضال والتصدي لقانون القومية. وعودة إليك أستاذ منصور دهمشي، كنا قد تحدثنا عن إعلان الإضراب في الأول من أكتوبر، ولكن نحن نشهد منذ سنة 2000 أن الإضراب أن الأول من أكتوبر هو هبة القدس والأقصى وذكرى الشهداء. لماذا هذه خلط الأوراق وعلى نفس التاريخ تم تعيين الإضراب؟ هل هي كانت فرصة للتعزيز والتأكيد أن هنالك يوم خاص وهبة؟ واضح جدا، لم يكن هناك أي خلط الأوراق، بل هناك رسالة واضحة وتأكيد من قبل لجنة المتابعة على أهمية القدس والأقصى، حيث أرادها ترامب ونتنياهو خارج إطار المفاوضات، والاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كل هذه التبعيات وضعت أمامنا هذا التحدي بأن نعيد القدس على جدول أعمال كل المجتمع العربي الفلسطيني والمجتمع العالمي. ولذلك تم اختيار هبة القدس والأقصى كيوم تاريخي، كيوم اللي هو كان فيه أصلا يعني تدنيس للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واعتداء على شرعية القدس كمدينة وكعاصمة دولة فلسطين العتيدة. لذلك اخترنا هذا التوقيت بالذات من أجل أن نرسل برسالة واضحة أن القدس ستبقى هي العاصمة الأبدية لدولتنا، لدولة الشعب العربي الفلسطيني. ومن هذا المنطلق نحن لن نتنازل ولن نقبل بمشروع ترامب ولا مشروع بنيامين نتنياهو بإخراج القدس في المرحلة الأولى خارج إطار المفاوضات، ومن ثم اعتماد القدس كعاصمة لدولة إسرائيل. كل هذه الأمور فرضت علينا بشكل قاطع أن نضع هذا العنوان بأن يكون الإضراب ويكون الاعتراض على قانون القومية هو في نفس يوم هبة القدس والأقصى التي هب فيها بها الشعب الفلسطيني برمته بالضفة والقطاع وفي الداخل، من أجل الدفاع عن قدسية القدس وعن مكانة القدس لدى الشعب العربي الفلسطيني. ما هو مدى تجاوب الجمهور الفلسطيني تجاه الإضراب؟ هل هناك ردود فعل؟ أولا نحن لا نستعمل الإضراب كوسيلة وكهدف، إنما هو فعلا رسالة ووسيلة نضالية كبيرة جدا أمام الشعب الفلسطيني. ولذلك تم الإقرار بهذه السنة بما يختلف عن سنوات سابقة إنه هناك كانت مزودات في يعني أعلنوا الإضراب، وكأنه يعني الإعلان عن الإضراب هو هدف وليس وسيلة نضالية كما ذكرت. ولذلك أعلننا مسبقا بسبب خطورة قانون القومية عن الإضراب، ونحن نحضر لهذا اليوم. وطبعا التقينا كما ذكرت مع الفصائل الفلسطينية وعرمة قيادات شعبنا الفلسطيني في كل الأماكن الموجودة، واليوم كمان في زيارات للعالم، فكان هناك تدويل لقضيتنا وكانت زيارة القائمة المشتركة إلى بروكسل. وهذا سبب أساسي من أجل التحضير الكامل والعام لمجمل شعبنا الفلسطيني، من أجل أن يكون فعلا إضراب عام وشامل لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. ولأهمية هذا القرار نحن اتخذناه مسبقا، ونحن نعمل على ترويجه وتعميمه من أجل إدخال الوعي الوطني أمام شعبنا، وأن يكون هذا اليوم يوم يختلف عن كل أيام النضالية السابقة بخصوصيته
وبمدى الخطر الذي يداهم الشعب الفلسطيني بشكل عام بسبب قانون القوم. أستاذ منصور، أريد أن أنوه أن في هذه الأثناء وهذه الأيام السيد محمد بركي رئيس لجنة المتابعة وأيضا عضو الكنيسة الدكتور جبارين وأيضا ممثلين عن عدالة وميزان موجودين في جنيف للقاء الأمم المتحدة وعقد جلسات وندوات خاصة للتصدي كشكل من مواجهة قانون القومية. هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات كونك عضو سكرتارية في لجنة المتابعة؟ واضح جدا أن هذه هي مجمل من قرارات اتخذناها في لجنة المتابعة، وهي التصدي لهذا القانون بشتى الوسائل وبطرق مختلفة وليس بالطرق الاعتيادية التي كنا نقوم بها سابقا، وهي إقامة مظاهرات ووقفات احتجاجية وما إلى ذلك، إنما اتخذنا قرار استراتيجي بأن نتصدى لهذا القانون على المستوى المحلي والعالمي. ولذلك كانت قبل زيارة جنيف زيارة إلى بروكسل من قبل القائمة المشتركة أيضا من أجل شرح أبعاد قانون القومية والعنصرية والفاشية التي تستعملها إسرائيل ضد المواطنين العرب، وهذه الزيارة أيضا أتت ضمن هذا الإطار، زيارة السيد محمد بركي الرفيق محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والنائب يوسف جبارين والمرافقين لهم من أجل شرح أبعاد ومحطات من قانون القومية وما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني في الداخل من هجمة عنصرية سلطوية من قبل اليمين المتطرف في قيادة بنيامين نتنياهو، ومن أجل إطلاع العالم أجمع على ما يعاني منه الشعب العربي الفلسطيني وأخطار القانون المجحف قانون القومية، بالإضافة إلى مجمل سلة من الوسائل اللي رايحين نستعملها مستقبلا حول القانون نفسه وحول التعرض لهذا القانون. ونحن أيضا سنتوجه إلى المجتمع العربي أيضا بالإضافة إلى المجتمع العالمي والدولي من أجل شرح أبعاد القانون وتأثيره على الشعب الفلسطيني. نعم، السيد منصور دهامش السكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شكرا لك، كنت معنا في متر الصحافة. وإذا مشاهدينا بهذا ننتقل إلى الملف العالمي ولنرى آخر تطورات ومستجدات في الملف العالمي والعالم العربي. نشر على صحيفة لجورنال دو ديمونشي الفرنسية، وقد نشرت تقريرا حول أسباب فشل جهود الوساطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. قالت فيه أن الخطوة التي اتخذها دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلى جانب الانحياز المتزايد إلى إسرائيل هي التي أفشلت جهود الإدارة الأمريكية التي باتت تسعى لفرض خطة السلام بالإكراه على الجانب الفلسطيني. وفي وكالة الأناضول ريكوت، الولايات المتحدة نفذت 70% من صفقة القرن من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها إلى جانب قطع المساعدات لعن الأنروا وفق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي القدس العربي مواجهات في الضفة رفضا للاستيطان ومخططات صفقة القرن توقع إصابات وقوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات. وفي صحيفة الدستور عريقات، لا تشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أي مقترح للسلام. وفي وكالة رويترز، الرئيس الفلسطيني يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى. ذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مخططات إسرائيلية تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وأضاف في بداية اجتماع للجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمكتبه في رام الله أن هناك قضية المسجد الأقصى، حيث أن إسرائيل ربما ستقرر، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، بأن يكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في المسجد الأقصى كالمسلمين، وهذا يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف. وفي فرانس 24، واشنطن توقف مزيداً من المساعدات للفلسطينيين وتطالب السفير بالرحيل فوراً، في إطار مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ضغوطها على الفلسطينيين لإرغامهم على التفاوض على خطة السلام التي تقترحها. أوقفت واشنطن الأحد مساعدات إضافية للفلسطينيين كانت مخصصة لبرامج تدعم التوصل إلى حل النزاع مع إسرائيل. وفي روسيا اليوم، موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط إيل 20. حمل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أفيف المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية إيل 20 قبالة الساحل السوري. وقال شويغو، رغم الترتيبات القائمة مع إسرائيل لمنع وقوع الحوادث، جرى إبلاغ قيادة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من الهجوم الإسرائيلي، ما يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها. وفي القدس العربي، بوتين يتجنب التصعيد مع إسرائيل بعد سقوط طائرة حربية ومقتل 15 من جنوده. خفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حدة موقف روسيا من تحطم طائرة عسكرية روسية قبالة الساحل السوري بعد أن ألقى الجيش الروسي باللوم على إسرائيل. وأخيرا في صحيفة الشرق الأوسط، المخابرات الإسرائيلية تتهم حماس بتصعيد المسيرات للضغط من أجل التهدئة. في تقرير جرى تسريبه للإعلام العبري، ادعى جهاز الشباك
أن حركة حماس قررت تصعيد المسيرات الأسبوعية الاحتجاجية قرب الحدود للضغط على إسرائيل لكي تعود إلى مفاوضات التهدئة معها. إذن مشاهدينا، كان هذا أبرز وأهم العناوين الحصيلة هذا الأسبوع من الأحداث العالمية والعالم العربي، وبهذا نطوي حلقة اليوم من برنامج مدير الصحافة. لقاءنا يتجدد غدا في نفس الموعد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.